السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعاً بكل خير. ليس هناك ما يضاهي دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادتها ونموذجها العصري الفريد من نوعه في التعايش والرخاء والرفاهية، وليس هناك ما يسبق مدينة الإبداع والتألق والسعادة دبي. أهلا بكم معنا في دبي، المدينة التي تجتهد كل يوم لصناعة الفرق، المحبة للابتكار والعلم وخلق الفرص. دبي الإمارة التي قدر لها بإرادة جسورة وسامية وسعي دؤوب أن تكون وجهة رائدة للسياحة والرعاية الصحية. أهلا بكم معنا في دولة الإمارات ومدينة الأشياء التي لا تتوقف دبي، وفي المدينة الأسرع نمواً في العالم، وفي منتدى دبي الصحي الثالث الذي ينطلق اليوم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وحضور أكثر من 2500 مشارك من كبار المسؤولين والخبراء والأطباء الذين يمثلون الإمارات و15 دولة من مختلف قارات العالم. أهلا بكم معنا في منتدى دبي الصحي لعام 2019 الذي تبنت هيئة الصحة بدبي تنظيمه قبل عامين ليكون هو المنصة التفاعلية، المنصة التفاعلية الأولى بصفوة حضوره والملتقى المميز للعقول والأفكار المبتكرة والساحة الممتدة الأشد تأثيراً في حركة تطور الطب وعلومه وممارساته وتقنياته الذكية ومجمل قضاياه ومستجداته العالمية. يسعدني اليوم، أنا بروين حبيب بحرينية إماراتية، تواجدي في هذا المنتدى كما يشرفني تقديم حفل ومراسم انطلاق أعماله التي نستهلها بكلمة من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، فليتفضل معاليه مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا بداية أن نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لرعاية سموه الكريمة لأعمال منتدى دبي الصحية الثالث. هذا المنتدى الذي حظيت فكرته بإشادة سموه، كما حظي برعايته وتأكيد سموه على أن قطاع الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي خاصة هو القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته ومستقبل الأجيال، وتلك هي رؤيتنا للإنسان واستحقاقاته في مستقبل صحة أفضل ومناخ يتسم بجودة الحياة. فأهلا بكم جميعا ومرحبا في منتدى دبي الصحي الذي نجح منذ دورته الأولى في أن يكون هو المنصة المفضلة والمثلى لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة ونقل المعرفة، وهي القمة المتخصصة
الأكثر تفاعلية لقادة الصحة في العالم، وصناع القرار والمخططين وراسمي السياسات ومنتجي التقنيات والحلول الذكية، وهو الخيار الأول للعلماء والأطباء والمتخصصين، وهو أيضاً وجهة المؤسسات الصحية والهيئات والجمعيات الدولية القائمة على شؤون الصحة والحياة والاستدامة والمستقبل الأفضل للمجتمعات والشعوب. الحضور الكريم، لقد أصبحت الصحة اليوم هي الأولوية في الاستراتيجيات العالمية، وهي المنطلق الأساس للتنمية والرهان الوحيد للحفاظ على الحضارة الإنسانية والقوى البشرية، وهي مؤشر التقدم والمفاضلة بين دولة وأخرى، والمعيار المتجدد لتقييم استدامة المدن ورفاهياتها. وفي ضوء ذلك، لم يعد في مقدور أي دولة أو مدينة في العالم أن تحقق الريادة أو أن تتقدم الركب العالمي أو أن يكون لها موطئ قدم في الصفوف الأولى من غير منظومة صحية متكاملة، من غير نموذج صحي مميز وفريد من نوعه يكفل للأفراد الصحة والسعادة. وهذه هي المعادلة الصعبة في مسيرة التنمية البشرية والمستدامة التي تواجه العالم، والتي أجادت دولتنا ومدينتنا دبي أساليب التعامل معها، حتى أصبحت لنا تجربتنا الخاصة وتفوقنا الاستثنائي في توفير العناية الصحية الشاملة والفائقة المستوى لأفراد مجتمعنا الذين يحظون برعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. الحضور الكريم، لقد فرضت الإنجازات التي حققتها دولتنا بوجه عام ومدينة دبي بشكل خاص العديد من التحديات أمام هيئة الصحة بدبي، والتي وجدت نفسها أمام اختبار التفوق والتميز ومسارات واضحة تقضي بالمضي قدما نحو الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة يتوافق في مظاهره ومضمونه مع ما حققته دبي، على وجه التحديد كونها المدينة الأسرع نمواً في العالم والمركز الإقليمي والعالمي للاقتصاد والمعرفة والإبداع، وكونها أيضاً النموذج المثالي للرفاهية. ومن هنا حرصت الهيئة على الانفتاح على العالم وتوثيق الشراكات بينها وبين كبرى مؤسساتها الصحية وشركاتها الرائدة المنتجة للتقنيات والحلول الذكية، كما حرصت على تنظيم هذا المنتدى الذي خرجت به عن الشكل المألوف للمنتديات والصور النمطية للمؤتمرات والملتقيات، حتى تمكنت من تعزيز مكانة مدينة دبي على الساحة الطبية ودعم دورها الإيجابي المؤثر في حركة تطور العلوم والبحوث الطبية
والتجهيزات والتقنيات والحلول الذكية، ولها أيضا إسهاماتها ورؤيتها لعلاج الإشكاليات والقضايا الصحية العالقة والتحديات التي تواجه العالم. إن نجاح منتدى دبي الصحي في استقطاب نخبة العلماء والخبراء والأطباء هو ما ساعد كثيرا في تطور المنتدى وفكرته وتركيزه على ما يواجه العالم من قضايا صحية وتحديات متصاعدة. لذا جاء المنتدى هذا العام مواكبا لجميع الاتجاهات التنموية العالمية، حاملا معه الكثير من التجارب الناجحة والنماذج الصحية المتنوعة والأساليب والممارسات المطورة الجديرة بالتقدير والتطبيق، والتي تعكس اهتمام حكومتنا بتبني الأفكار المبتكرة التي تحقق هدف الرفاه الصحي لجميع الشعوب. لقد حرصت هيئة الصحة بدبي على إثراء أعمال المؤتمر هذا العام بدعوة نخبة من كبار المسؤولين في المؤسسات الصحية الدولية وذات العلاقة، ودعوة أصحاب تجارب ناجحة لا تأثيرها في الوقت الذي تبنت فيه الهيئة تنظيم هاكاثون دبي الصحي الذي ينعقد للمرة الأولى على مستوى القطاع الصحي في الدولة، وتمتد أعماله لثلاثين ساعة متصلة من المناقشات وطرح التجارب والحلول المتصلة برعاية أصحاب الهمم والقضايا التي تهم هذه الفئة المهمة في جميع المجتمعات. إن هيئة الصحة بدبي تجدد شكرها لحضوركم، وتخص بالذكر ضيوف دولتنا الكرام، فإنها تعتز بهذا الحشد الكبير والثراء العلمي وأجواء التفاؤل نحو مستقبل أفضل التي تسود هذا المنتدى. لكم الشكر جميعا ولجميع رعاة المنتدى والداعمين وكل من أسهم في هذه الصورة المشرقة لمنتدى دبي الصحي الثالث. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.